السلام عليكم أبنائي وبناتي طلاب الصف الثاني الإعدادي، أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس الرياضيات. إن شاء الله النهاردة هناخد درس جديد من دروس التحليل، هنتكلم على التحليل الفرق بين مربعين. إن شاء الله النهاردة في نهاية الدرس هنكون بنقدر إن إحنا نعين خواص الفرق بين مربعين بمهارة، وكمان هنقدر نحلل الفرق بين مربعين بمهارة، وهنقدر نستخدم التحليل لتسهيل العمليات الحسابية. ايه هو الفرق بين مربعين؟ الفرق بين المربعين بيكون على صورة س أس 2 ناقص ص أس 2، يعني الحد الأول بيكون مقدار مربع والحد الثاني بيكون برضو مقدار مربع. طب يعني ايه برضو؟ يعني هناخد مثال زي كده 9 س أس 2 ناقص 16. الحد الأول مربع لأن 9 س أس 2 دي أقدر أكتبها في صورة 3 س لكل أس 2. كذلك الحد الثاني مربع لأن 16 بتساوي 4 أس 2. طالما الحد الأول مربع والتاني مربع وفي بينهم إشارة ناقص، يعني ده فرق بين مربعين، يبقى هو ده اللي أنا بتكلم عنه. وهنعرف مع بعض دلوقتي إزاي نقدر نحلل الفرق بين مربعين. تحليل الفرق بين مربعين س أس 2 ناقص ص أس 2 بيكون عبارة عن الجذر التربيعي للأول زائد الجذر التربيعي للتاني في الجذر التربيعي للأول ناقص الجذر التربيعي للتاني. يعني س أس 2 لما أخد الجذر التربيعي بتاعها هيديني س، ولما أخد الجذر التربيعي لص أس 2 هيديني ص، يبقى الجذر التربيعي لس أس 2 س، والجذر التربيعي لص أس 2 ص. هتبقى س زائد ص في س ناقص ص، س زائد ص اللي هو مجموع الكميتين، وس ناقص ص الفرق ما بينهم. يبقى هنا التحليل بتاعي عبارة عن مجموع الكميتين في الفرق بين الكميتين. لو احنا حبينا نتاكد، تعالوا ان احنا بنضرب الاول في الاول، س في س هتديني س اس 2، وص في ص هتديني ص اس 2، وموجب في سالب بسالب، وهنا الحد الاوسط بيساوي صفر لان المقدار ده طالما هم مجموع الكميتين في الفرق بينهم، احنا خدنا سبق ودرسنا قبل كده في الضرب بمجرد النظر ان لما بيكون في مجموع كميتين في الفرق ما بينهم بيبقى حاصل ضربهم عباره عن مربع الاول ناقص مربع الثاني. طيب تعالوا ناخد مسألة ونشوف يا ترى حلل كل مما يأتي. نتدرب مع بعض على التحليل. رقم واحد 9 س أس 2 ناقص 16، عايزين نحللها. هناخد جذر 9 س أس 2 وهناخد جذر ال 16. جذر 9 س أس 2 زائد جذر ال 16، والمرة التانية جذر 9 س أس 2 ناقص جذر ال 16، يبقى مرة موجب ومرة سالب. يبقى هتساوي 3 س زائد 4 في 3 س ناقص 4. السؤال الثاني حلل كل مما يأتي 4 س أس 2 ناقص 25. عايزين نبتدي نجيب الورقة والقلم بتوعنا مع بعض ونبتدي نحلل المقدار اللي قصادنا. أولا الفرق بين مربعين بيبقى ظاهر جدا إن هو بيتكون من حدين جبريين، يعني مقدار مكون من حدين. الحد الأول له جذر تربيعي والحد الثاني له جذر تربيعي ويوجد بينهم إشارة سالب. يبقى واضح جدا، لان انا طبعا في الامتحان مش هاجي اقول لك حلل باستخدام الفرق بين المربعين او حلل المقدار الثلاثي، انا هقول حلل وهدي شويه مقادير جبريه وانت تحلل. يبقى انا بفرق ما بين النوع ده من التحليل والانواع اللي احنا خدناها قبل كده. كل اللي احنا درسناه قبل كده كان مقدار ثلاثي، انما المقدار بتاعنا بتاع النهارده ده بيبقى مكون من حدين فقط وما بينهم اشاره سالب، الاول له جذر تربيعي والثاني له جذر تربيعي. زي ما احنا عارفين ان احنا هناخد الجذر التربيعي لـ4 س أس 2 زائد الجذر التربيعي لـ25 في الجذر التربيعي لـ4 س أس 2 ناقص جذر 25. الـ4 س أس 2 جذرها 2 س زائد 5، والـ25 جذرها 5، وهنا 2 س ناقص 5، يبقى مرة أحط موجب ومرة بحط سالب، 2 س زائد 5 في 2 س ناقص 5. أظن ده بيبقى يعتبر من أسهل أنواع التحليل، مجرد إن أنا باخد الجذر التربيعي، ولو أنا مش عارف الجذر التربيعي العدد بكتبه عن طريق الآلة الحاسبة. رقم 2 625 س أس 4 ناقص 81. ال 625 جذرها دي تعتبر من الأعداد المربعة المشهورة جدا اللي هي جذرها 25. ال 81 جذره طبعا 9 لأن 9 في 9 ب 81، يبقى أنا هنا هقدر أفتح قوسين وهاخد الجذر التربيعي لل 625 اللي هو هيديني 25. س اس 4 جذرها س اس 2، احنا متفقين مع بعض طبعا اي جذر الرمز بيخرج الرمز بنص الاس، يعني لما اكون عايز اخد جذر س اس 4 يبقى جذرها س اس 2، ولو انا عايزه جذر س اس 6 يبقى جذرها س اس 3. الرمز بيخرج من تحت الجذر التربيعي بنص الاس.
25 س أس 2 زائد 9 في 25 س أس 2 ناقص 9. لو لاحظنا هنا هنلاقي إن ال 25 ده عدد له جذر تربيعي، يعني عدد مربع، كذلك س أس 2 عدد مربع، والتسعة عدد مربع. القوسين اللي عندي دول واحد فيهم 25 س أس 2 زائد 9، هل يمكن تحليله مرة أخرى؟ لغاية دلوقتي إحنا ما خدناش إزاي نقدر نحلل المقدار اللي بالشكل ده، يبقى هنا 25 س أس 2 زائد 9 ده أنا مش هحلله، إنما 25 س أس 2 ناقص 9 ده فرق بين مربعين، يبقى ممكن أحلله تاني؟ أه فعلا ممكن أحلله تاني. طب لو أنا وقفت لغاية هنا كده هل هيبقى السؤال بتاعي خلص؟ لأ، يبقى أنا لما يكون في عندي تحليل لازم أتأكد إن السؤال بتاعي انتهى وتم التحليل تحليلا كاملا. تحليلا كاملا يعني ما ينفعش إن أنا أسيب قوس قابل للتحليل بدون ما أحلله، يبقى أنا ممكن أحلل في السؤال أكتر من مرة. هنا هو ده اللي أنا هعمله فعلا. ال 25 س أس 2 زائد 9 ها دي مش هتتحل، برافو عليكم. طب مين هيحلل معايا 25 س أس 2 ناقص 9؟ برافو، يبقى هنا ال 25 س أس 2 زائد 9 تفضل زي ما هي، ونحلل الثاني 25 س أس 5 25 جذرها 5 وس أس 2 جذرها س وس 9 جذرها 3، يبقى 5 س زائد 3 في 5 س ناقص 3. حلل كل مما يأتي 27 س أس 3 ناقص 48 س ص أس 6. نلاحظ هنا إن 27 س أس 3 دي ملهاش جذر تربيعي، وال 48 برضو ملهاش جذر تربيعي. طيب إيه اللي يبدر إلى ذهني؟ إحنا اتفقنا دايما يا ولاد دايما لازم أتأكد إن المقدار بتاعي ما فيهوش عامل مشترك قبل ما أبدأ في التحليل. هنا لو أنا بصيت لل 27 وال 48 هلاقي إن العددين دول بيقبلوا القسم على التلاتة، يعني العامل المشترك الأعلى ما بينهم هو تلاتة. طب السين أس 3 والسين هل يا ترى في بينهم عامل مشترك؟ أه طبعًا، سين أس 3 والسين هما الاتنين في بينهم السين عامل مشترك، لأن إحنا قلنا الرموز لما بتكون متكررة باخد الرمز المشترك بأصغر أس. يبقى هنا أنا عندي العامل المشترك هو 3 سين. بعد ما باخد العامل المشترك مين يفكرني إحنا كنا بنعمل إيه؟ ممتازين، سنة تانية. بعد ما بناخد العامل المشترك بنقسم المقدار على العامل المشترك الأعلى. هقسم هنا على 3 س. 27 س أس 3 على 3 س، 27 على 3 هيديني 9، س أس 3 على س هيديني س أس 2، وسالب 48 س ص أس 6 على 3 س هيديني سالب 16 ص أس 6. يبقى كده أصبح المقدار اللي موجود ما بين القوسين 9 س أس 2 ناقص 16 ص أس 6 ده فرق بين مربعين، لأن 9 س أس 2 ليها جذر تربيعي و16 ص أس 6 هي كمان ليها جذر تربيعي. بعد كده هبتدي أحلل ال 9 س أس 2 عبارة عن 3 س في 3 س. السالب 16 ص أس 6 عبارة عن موجب 4 ص أس 3 في سالب 4 ص أس 3، لأن الجذر التربيعي للص أس 6 إحنا لسه قايلين عبارة عن ص أس 3، جذر ص أس 6 يساوي ص أس 3، الرمز بيخرج بنص الأس، لأن س أس ص أس 3 في ص أس 3 هترجعني للأصل اللي هو ص أس 6 في حالة ضرب الأساسات المتشابهة، يظل الأساس كما هو بنجمع الأسس، 3 زائد 3 هتديني الـ 6. يبقى أنا كده قدرت أحلل المقدار ده تحليلاً كاملاً. نشوف مسألة كمان رقم 4، 9 ما بين قوسين ميم ناقص 1 لكل أس 2 ناقص 25 ميم زائد 1 لكل أس 2. إيه اللي هنا في قوس؟ طب يا ترى في الحالة دي هل أفك الأقواس ولا أشتغل بدون ما أفك الأقواس؟ لو جينا دققنا في المسألة هنلاقي إن 9 ده عدد مربع، والميم ناقص 1 لكل أس 2 ده كمان عدد مربع، يبقى أنا الحد الأولاني عندي كله على بعضه 9 ميم ناقص 1 لكل أس 2 ده مقدار مربع، ناقص ال 25 ميم زائد 1 لكل أس 2 هو كمان مقدار مربع. يبقى إذا أنا أقدر أحلل تحليل عادي جدا الفرق بين مربعين. الميم ناقص 1 لكل أس 2 دي أنا هعتبرها إنها س، كأنها س أس 2 بالظبط، والميم زائد 1 لكل أس 2 كأنها ص أس 2. يبقى أنا هشتغل شغلي عادي جدا، هاخد الجذر التربيعي للحد الأول زائد الجذر التربيعي للحد الثاني في الجذر التربيعي للحد الأول ناقص الجذر التربيعي للحد الثاني. يبقى هنا 9 جذرها 3 والميم ناقص 1 لكل أس 2 جذرها ميم ناقص 1 زائد 5، نفس القوس في ميم زائد 1. القوس هنكرره نفس زي ما هو بالظبط، 3 ميم ناقص 1 ناقص 5 في ميم زائد 1. يبقى هنا أنا عملت إيه؟ أنا خدت الجذر بتاع الحد الأولاني اللي هو 9 ميم ناقص 1 لكل أس 2 جذرها 3 ميم ناقص 1،
وخدت الجذر ال 25 ميم زائد 1 لكل اس 2 اللي هو جذرها 5 في ميم زائد 1. كررتها كم مره؟ مرتين، وقوس بالموجب وقوس بالسالب. في تدريب ان احنا هنتعلم مع بعض ازاي نقدر نستخدم التحليل لتسهيل ايجاد قيمه بعض الاعداد، وده يعتبر من الحاجات المهمه قوي واللي بتساعدني كتير في حل المسائل اللي بيبقى فيها اعداد كبيره. طب تعالوا نشوف مع بعض يا ترى هنستخدم الموضوع ده ازاي. عندي هنا عايزه بدون استخدام الاله الحاسبه اجيب قيمه 77 اس 2 ناقص 23 اس 2. يبقى هنا هو قايل لي استخدم التحليل. طب لو انا حلتها باستخدام الاله الحاسبه بدون ما انا احل بالخطوات، هنا الحل بتاعي مش هيكون حل صحيح، لان انا محدده ان انا عايزاك تستخدم التحليل لايجاد قيمه المقدار. طيب هنا 77 اس 2 ده مقدار مربع، ناقص 23 اس 2 برضو مقدار مربع، يبقى انا في عندي فرق بين مربعين. لما باجي احلل الفرق بين مربعين بناخد جذر الاول زائد جذر الثاني في جذر الاول ناقص جذر الثاني. ال 77 اس 2 عباره عن 77 في 77، كذلك ال 23 اس 2 عباره عن 23 في 23، يبقى 77 زائد 23 في 77 ناقص 23. 77 زائد 23 هتديني 100، وال 77 ناقص 23 هتديني 54. لما اضرب 100 في 54، طبعا هنا الضرب مش محتاج آلة حاسبة خالص، لان انا بنزل الصفرين، واحد في 54 ب 54. يبقى انا هنا قدرت استخدم تحليل الفرق بين مربعين عشان اجيب قيمة فرق بين مربع عددين. التدريب الثاني، استخدم التحليل لتسهيل ايجاد قيمة كل مما يأتي 2 في 26 و18 من 100 لكل أس 2 ناقص 2 في 23 و82 من 100 لكل أس 2. نلاحظ إيه هنا؟ نلاحظ إن أنا في عندي عدد مربع وفي عدد اللي هو الاتنين. الاتنين متكررة في القوسين، يعني الاتنين دي أقدر آخدها، ها مين يقول لي أقدر أعمل إيه في الاتنين؟ ممتازين يا سنة تانية، الاتنين هناخدها عامل مشترك، يبقى أقول هنا 2 وهفتح قوس، هيتفضل جوه القوس 26 و18 من 100 لكل اس 2 ناقص 23 و82 من 100 لكل اس 2. يبقى اللي موجود عندي ما بين القوسين ده فرق بين مربعين. لما احب احلل الفرق بين مربعين بنحلله ازاي يا اولاد؟ ها مين هيقول لي؟ برافو عليكم. علشان احلل الفرق بين مربعين بنبتدي ناخد جذر الاول زائد جذر الثاني، والقوس الثاني بنحط فيه جذر الاول ناقص جذر الثاني، يبقى مره هياخد موجب ومره هياخد سالب. نجيب ورقه وقلم مع بعض ونبتدي نحل المساله ونشوف هل يا ترى احنا هنحتاج الاله الحاسبه ولا هنقدر نشتغل بدون استخدام الاله الحاسبه. هنا الاثنين هتنزل وهبتدي هاخد الجذر التربيعي ل 26 و18 من 100 لكل اس 2 اللي هو هيبقى عباره عن 26 و18 من 100، زائد الجذر التربيعي ل 23 و82 من 100 اللي هو هيبقى عباره عن 23 و82 من 100 بدون الاس. كذلك هكتبها مره ثانيه 26 و18 من 100 ناقص 23 و82 من 100. يبقى انا خدت الفرق جذر الاول زائد جذر الثاني وبعدين جذر الاول ناقص جذر الثاني. هبتدي اجمع الاعداد دي، الاثنين طبعا هتظل كما هي. لما اجمع 26 و18 من 100 زائد 23 و82 من 100 هيدينا، برافو عليك، هيدينا 50. طب والطرح بتاع العددين التانيين هيدينا 2 و36 من 100، وطبعا في 2 موجوده في القوس من بره، يبقى انا هضرب 2 في 50 في 2 و36 من 100، يبقى انا هنا هضرب كام عدد؟ هضرب 3 اعداد. طيب تفتكروا لما اضرب 2 في 2 و36 من 100 الاول، ولا اضرب 2 في 50 الاول، ولا اضرب 50؟ طبعا احنا هنا بنشوف ابسط طريقه للحل. لو انا ضربت 2 في 50 هتديني 100، يبقى كده ال 100 دي هتسهل لي ان انا هقدر اجيب قيمه الضرب بطريقه مباشره. يبقى انا هضرب الاول 2 في 50 هتدينا 100، و100 في 2 و36 من 100 هتدينا 236، لان العلامه العشريه لما بيكون في عندي اصفار بتتحرك كام خطوه؟ هتتحرك عندنا هنا خطوتين في اتجاه اليمين. نعملها بقى مع بعض، يبقى هنا هتدينا 100 في 2 و36 من 100 يعني هتساوي 236. يبقى هنا فعلا قدرنا ان احنا نستخدم التحليل وقدرنا ان احنا نسهل عملية حسابية كانت لو هعملها بايدي هتاخد مني وقت طويل، بينما عن طريق التحليل لقينا ان هي حلت بسرعة وبسهولة. استخدم فكرة تحليل الفرق بين مربعين عشان نجيب قيمة 31 في 29. طب المرة دي انا هعمل ايه في السؤال ده؟ المرة دي انا مفيش عندي اعداد مربعة،
المرة دي أنا هعكس العملية الحسابية بتاعتي، يعني إيه؟ يعني نفكر مع بعض كده، أنا عايزة أجيب عددين مجموعهم العدد الأكبر عندي، مين العدد الكبير اللي عندي؟ ال 31، عايزة أجيب عددين مجموعهم 31 بس بشرط إن يكون الفرق ما بينهم 29، يبقى مجموعهم العدد الكبير والفرق بينهم العدد الأصغر. ال 31 لما أشوف عددين مجموعهم 31 اللي هم هيبقوا كام زائد كام؟ مين يفكر معايا؟ برافو عليك ممتازين يا سنة تانية، 30 زائد 1 31 و30 ناقص 1 هتدينا 29، يبقى أنا هكتب هنا كده 30 زائد 1 و30 ناقص 1، 30 زائد 1 في 30 ناقص 1 هرجع لفكرة التحليل، أنا المرة دي بعمل عملية عكسية، هنا مجموع كميتين في الفرق بينهم يبقى حاصل ضربهم بيديني مربع الأول ناقص مربع التاني، يعني 30 أس 2 زائد ناقص 1. 30 أس 2 ناقص 1، 30 أس 2 لما أعملها أضرب 30 في 30 هننزل أصفر و3 في 3 ب 9 يبقى هتدينا 900، 900 ناقص 1 أيوه برافو عليكو يبقى هتدينا هنا 899. يبقى هنا لاحظنا إن لما استخدمت التحليل قدرت فعلا إن أنا أحل المسألة بدون ما أعمل الضرب عن طريق الضرب المطول ولا أضرب 1 في 29 وبعدين 30 في 29 وبعدين أجمع، طبعا الطريقة دي أسهل من الطريقة العادية بتاعتنا. نيجي لسؤال أكمل ما يأتي، سؤال أكمل ما يأتي بيعتبر من أهم الأسئلة اللي إحنا بندرسها في الأسئلة بتاعتنا. طب نشوف أسئلة أكمل ما يأتي، السؤال هنا بيقول لي إذا كان س أس 2 ناقص ص أس 2 يساوي 30 وس زائد ص يساوي 6 فإن س ناقص ص تساوي، إيه المطلوب مني هنا؟ طيب إحنا عندنا هنا مدينا س أس 2 ناقص ص أس 2، أول ما أشوف س أس 2 ناقص ص أس 2 ايه اللي احنا ممكن نفكر فيه؟ برافو عليكم، ده فرق بين مربعين، يبقى انا هنا هفكر ان انا احلل س اس 2 ناقص ص اس 2. طيب لو ما اجي احلل س اس 2 ناقص ص اس 2 هتتحلل لس زائد ص، برافو عليكم، في س ناقص ص. طب اذا كانت قيمه س اس 2 ناقص ص اس 2 ب 30 وقيمه س زائد ص ب 6 يبقى معناها بايه؟ معناها ان انا عايز اعرف س زائد ص لما اضربها في س ناقص ص هيديني س أس 2 ناقص ص أس 2، طب س زائد ص بكام؟ بستة، الستة دي المفروض إن أنا هضربها في رقم يدينا كام؟ برافو يدينا 30، يبقى في الحالة دي أنا هنا هقسم 30 على الستة هيديني الخمسة، لأن خمسة في ستة ب30، يبقى هنا س ناقص ص هتساوي 5، والسؤال ده بيعتبر من الأسئلة المشهورة جدا اللي بتجيلي في التحليل، يبقى هنا هو مديني الفرق بين الفرق ما بين مربعين مديني قيمتها ب 30 ومديني احد الاقواس ب 6، يبقى القوس الثاني لازم هيكون قيمته ب 5، لان انا بجيب بحول الضرب هنا الفرق بين مربعين لحاصل ضرب كميتين، مجموع كميتين في الفرق بينهما. السؤال اللي بعد كده اذا كانت س تساوي 8 وص تساوي 5 فان س اس 2 ناقص 2 س ص زائد ص اس 2 يا ترى هيساوي كام؟ طيب المقدار اللي عندي ده اللي انا شايفاه، هل يا ترى ده فرق بين مربعين؟ برافو عليكم، طبعا واضح جدا ان هو مش فرق بين مربعين، امال ده ايه؟ ده مقدار ثلاثي. طيب تعالوا نشوف يا ترى المقدار الثلاثي ده هقدر احلله ولا مش هقدر؟ واضح ان س اس 2 الحد الاول مقدار مربع وص اس 2 برضه هو كمان مقدار مربع. طب الحد الاوسط ده عباره عن حاصل ضرب الجذر الاول في جذر الثاني في 2، فعلا لو انا خدت 2 في جذر س اس 2 يبقى 2 س في ص هيديني 2 س ص واشارته سالب او موجب، يبقى المقدار الثلاثي اللي قدامي ده اقدر اقول عليه ان هو مقدار ثلاثي مربع كامل. افتكر مع بعض شروط المقدار الثلاثي المربع الكامل، ان الحد الاول والحد الثالث يكون ليهم جذر تربيعي، وان الحد الاوسط يكون بيساوي موجب او سالب 2 في جذر الاول في جذر الثالث. طبعا المقدار الثلاثي المربع الكامل ده بيعتبر من اهم المقادير الجبريه اللي احنا بندرسها، ان هو مقدار مميز جدا جدا. طب احنا لما كنا بنحلله كنا بنحلله ازاي؟ مين فاكر؟ برافو عليكم، المقدار الثلاثي المربع الكامل كنا بناخد جذر الاول اشاره الاوسط جذر الثاني، هنا الاوسط اشارته سالبه يبقى انا لما اجي احلله هحلله لس ناقص ص الكل اس 2، نحلل مع بعض يبقى س ناقص ص الكل اس 2، هبتدي اعمل ايه؟ هو مديني قيمه السين ب 8 ومديني قيمه الصاد ب 5، يبقى انا هعمل عمليه تعويض عن قيمه السين والصاد، يبقى 8 ناقص 5 الكل اس 2، 8 ناقص 5 اللي هي هتدينا 3 و3 اس 2 تساوي 9. يبقى احنا هنا قدرنا فعلا عن طريق
التحليل إن إحنا نجيب قيمة الفرق بين المربعين اللي موجودين قصادي، مقدار الثلاثي المربع الكامل، حللته لجذر الأول الشرط الأوسط جذر الثاني، وعملت عملية تعويض عن القيمة العددية للأرقام علشان أقدر أجيب قيمة المقدار الثلاثي. يبقى هنا هناخد السؤال الثالث. طبعا في ولاد بيقولوا لي يا ميس احنا هنا نقدر ان احنا نشيل قيم السين والصاد ونعوض عن السين ب8 ونعوض عن الصاد ب5، هل الاجابه دي هتكون صحيحه ام لا؟ طبعا ده سؤال اكمل او اختر، فانا لما اعوض هيطلع فعلا الاجابه صحيحه، بس احنا بندور على الطريقه الابسط في الحل. يعني الابسط في الحل ان انا اطرح العددين 8 ناقص 5 وربع هيديني 9، مش هتاخد مني اكتر من ثانيه، بينما لو انا شلت السين وحطيت مكانها 8 اس 2 ناقص 2 في 8 في 5 زائد 5 اس 2 هيكون هتاخد مني وقت اطول في التعويض، وممكن لو انا كتبت اشاره غلط هيبقى الموضوع مش صح. فاحنا بندور على الحل الابسط والاسهل، ولكن الاجابه بالتعويض اجابه طبعا صحيحه، وحييكم على هذا السؤال. رقم 3، اذا كان 4 س اس 2 زائد ك س زائد 25 مربعا كاملا فان ك تساوي، طبعا انا عايزه اجيب هنا قيمه الكاف. الكاف دي تعتبر انهي حد عندي في الحدود هنا؟ برافو عليك، والكاف دي الحد الاوسط. طيب معامل الحد الاوسط كنا بنجيبه ازاي؟ ممتازين يا سنه تانيه، كنا بنقول ان الحد الاوسط بيساوي موجب او سالب جذر الاول في جذر الثالث. طيب الاولاني عندي هنا 4 س اس 2، يبقى انا هاخد 2 واحط على احط علامه الجذر 4 س اس 2 في 25. ال 4 س اس 2 هتديني 2 س، وال 25 هتديني 5، يبقى 2 في 2 س في 5 اللي هو هيديني 20 س. طب السين اوريدي موجوده عندي في القوس، يبقى هنا السين هتبقى موجوده، يبقى اذا قيمه الكاف هتساوي موجب او سالب 20. برافو عليكم يا سنه تانيه. كده احنا بنكون خلصنا درسنا النهارده، ان شاء الله تكونوا فهمتوا الدرس، ولو في اي سؤال او استفسار بعته لنا على الشات بتاعنا وهنجاوبكم عليه. اطيب التعليم الالكتروني بدوام النجاح والتفوق وخالد تحياتي، كان معكم الاستاذه فاطمه مصطفى رجب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.